استقبال ممتاز جدا مع الاخوان تاع قسنطينة، نادي قسنطينة. احنا عندنا قصة كبيرة معنا اخواننا، حتى قبل الاستقلال كنا نلعب الكوب دافريك دينار مع الفرق الجزائرية، وكان ديما معنا التنافس والدربي، ولكن ديما الروح الرياضية وكل ما يرقاني. بداية موسم مبكر التحضيرات كانت عندنا مشاكل متاع منع متاع انتداب، ولكن النجم الساحلي هو النجم الساحلي معنا في افريقيا في تجربته. عندنا اخبار على نادي قسنطينة اللي عملناه القم دوري مثالي، نلعب ضد قسنطينة اللي هو الحقيقة فريق محترم جدا، والكرة الجزائرية في تطور. إن شاء الله نعديو مقابلة ممتازة، ما ننساوش اللي فهموا مقابلة عودة، يعني مقابلة مفتوحة على كل الاحتمالات. عنا إصابة متاع اللاعب فقط، لكن الحمد لله الفريق كامل موجود في قسنطينة. حظوظ بتاعنا متساوية كما قسنطينة، كما الواحد يزم يكون واقع ويكون يعطي لكل ذي حق حقه. توا المقابلة مازالت لعبتش، يعني فما 50-50 بعد المقابلة، والنتيجة والظروف وكل ما يحيط بالمقابلة نجمو نقولوا فما حاجات وفما حسابات في المقابلة الثانية إن شاء الله.